أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن انطلاق أعمال جلسة البرلمان في مدينة سيئون، وبعد ذلك على مستقبل العملية السياسية. أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي أن استعادة اليمنيين لمؤسستهم التشريعية ليست سوى محطة من محطات النضال ضد جماعة دمرت الدولة وأنهت كل مؤسساتها. وقال الرئيس في كلمة افتتاح الجلسة إن اليمنيين يقفون اليوم على مفترق طريق بين خيارات الحرب والسلام، داعيا كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بهذه الجلسة إلى الانخراط مع زملائهم في هذه المؤسسة للدفاع عن وطنهم. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. بعد اكتمال نصاب وانعقاد البرلمان، ما هي طبيعة الأعمال التي سيباشرها ومن أين؟ وما هي الخطوات الأولى التي يمكن القيام بها لتعزيز العمل السياسي والرقابي في البلاد؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. مجلس النواب يعود إلى معسكر الشرعية. معركة صامتة خاضها هذا المعسكر وسط تحديات خطيرة اعترضت تحقيق هدف كهذا قبل أن تتغير أمور كثيرة في مجرى الأحداث، كان أبرزها انفراط عقد الانقلاب نفسه، ما جعل التئام المجلس مجددا تحت مظلة الشرعية أمرا متاحا. من عدن إلى سيئون رحلة شاقة أخرى خاضتها الشرعية لضمان انعقاد المجلس المستعاد في عاصمة البلاد، لكن طرفا في التحالف وهو الإمارات عمل ما بوسعه لجعل هذا الأمر غير ممكن في هذه المرحلة. لم تقل أبو ظبي شيئا بهذا الخصوص، لكن أدواتها تكفلوا بالتعبير عن مخطط إجهاض البرلمان ومنع عودته إلى صفوف الشرعية، فهددوا باستخدام الترسانة التي زودتهم بها أبو ظبي لمواجهة خيار انعقاد البرلمان في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد. وفي سيئون لم ييأسوا من إمكانية تعطيل جلسة البرلمان، لكن قلة نفوذهم وتدني إمكانياتهم الأمنية والعسكرية في وادي حضرموت أظهر المجلس الانتقالي التابع للإمارات كيانا معزولا إلا من مسيرة يتيمة لا تأثير لها. اتحد المجلس الانتقالي والحوثيون في مهمة إفشار البرلمان، واستخدمت التقنية نفسها في تهديد بيئة المكان الذي يشهد حاليا انعقاد مجلس النواب، فقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين لم يحسم الجدل حتى الآن بشأن مطلقيها، وعما إذا كان الحوثيون أم أطراف أخرى وراء إطلاقهما على مدينة سيئون. فقد سبق لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أن أطلق عشية انعقاد البرلمان في هذه المدينة تهديدات تضع هذا المجلس في مرمى الاتهامات بشأن الوقوف المحتمل وراء تسيير هاتين الطائرتين الهجوميتين على سيئون. لهذا الهجوم المزدوج الذي يشنه الحوثيون والانفصاليون على مجلس النواب ما يبرره، فلهذا المجلس دور مفصلي في آلية انتقال السلطة في البلاد. ففي حال شغور منصب الرئيس فإن رئيس المجلس هو من يتولى الرئاسة المؤقتة لفترة 60 يوماً قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد. قبل اجتماع المجلس في سيئون وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، كانت رئاسة المجلس السابقة الموجودة في صنعاء هي المؤهلة وفقاً للآلية الدستورية لتسلم السلطة في ظل شغور منصب الرئيس، لكن ذلك لم يعد ممكناً الآن. يأتي ذلك فيما يرى المراقبون أن التئام المجلس بحضور الكتلة الجنوبية يعطي مؤشراً على تراجع خيار الانفصال الذي كان يقتات كما الانقلاب من غياب الدولة وتصدع مؤسساتها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من سيئون عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. أرحب بك سيد شوقي. إذن هو البرلمان الأول أو جلسة الأولى للبرلمان منذ فترة طويلة، ربما منذ من قبل أن أبدأ التقديم حتى. بعد اكتمال إذن النصاب انعقاد البرلمان، ما هي طبيعة العمل التي سيباشرها؟ كيف كانت هذه الجلسة أيضا؟ شكرا جزيلا. بداية أريد أن أصحح عبارة قالها الزميل في تعليقه، وهو أن البرلمان يعود إلى الشرعية، وهذا كلام ليس دقيقا. البرلمان منذ البداية كانت الأغلبية قد انحازت إلى الشرعية، ومن بعد قتل الرئيس عبد الله صالح في ديسمبر 2017 عاد الكثير أيضا من زملائنا الذين كانوا مع الرئيس عبد الله صالح إلى أيضا الشرعية. اليوم فيها كانت مشكلة، كانت في أن للأسف يعني رئاسة الشرعية لم تستفد مطلقا من مؤسسة البرلمان، وبالتالي كانت دون الإشكالية وليس أما النواب فقد كان النصاب متوفرا من البداية، لكن في القرى وإما في بعض الدول.
الو نعم اسمعك بشكل واضح استاذ شوقي. سيد شوقي اسمعك. الحين ما هي الاجنده؟ الاجنده بدات اليوم، وهو اولا كانت الجلسه الاولى عباره عن انتخاب هيئه رئاسه المجلس، وشكلت هيئه الرئاسه مراعيه جميع المعايير ومعيار المناطق ومعيار التمثيل الى غير ذلك، تمثيل المكونات السياسيه. الجلسه الثانيه بعد ان اكتمل الترشح والترشيح وفاز الاخ سلطان البركاني رئيسا للمجلس، ومحسن باسطرة نائبا اول، ومحمد علي شدادي نائبا، وعبد العزيز جباري ايضا نائب الرابع الثالث، وبالتالي شكلت هذه الرئاسه ونالت الكثير من حماس النواب الى درجه ان هناك رضا بهم، وهناك امل ايضا، هناك امل كبير بان هذه التشكيله التي تمثل ربما القوى السياسيه وتمثل المناطق والاقاليم ربما يعني تقوم بكثير من الجهد. غدا ان شاء الله الجلسه الثانيه كانت طبعا عباره عن لقاء مع رئيس الجمهوريه، وقد بث من الفضائيات. غدا ان شاء الله تعالى ستبدا الجلسه الرئيسيه للبرلمان بوضع خطته. سيدخل في الخطه موضوع البرنامج الحكومي، وستشكل ان شاء الله تعالى اللجان. هناك حماس كبير من النواب، هناك تفاؤل كبير جدا من المواطنين، قابله حماس من النواب في انهم يفعلوا شيئا. تشكل اللجان على لجان المجلس المتعلقه بالوزارات واعمالها، كان هناك غياب بعض الوزارات، شعر بعض الوزارات بان عملهم محدود في نطاق محدود ومهام. اليوم ان شاء الله تعالى البرلمان ولجانه تتوسع دائرة الاهتمام بالمواطنين. هناك المواطنين في مناطق الحوثية، يعني بالأخير هذه اسمها الجمهورية اليمنية، وهؤلاء المواطنون هم مواطنون الجمهورية اليمنية، وبالتالي البرلمان برلمانية. فهناك إن شاء الله تعالى حماس كبير من النواب، انعكاسا لتفاؤل المواطنين الذين تفاعلوا مع هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الحدث وجد قبولا دوليا. اليوم يا أخي الكريم المجتمع الدولي، ممثلو عن يعني مجلس الأمن، دول مجلس الأمن، ممثلو الإقليم، ممثلو دول التحالف، الكل احتشد في سيئون وحضروا اللقاء ليعبروا عن تضامنهم وعن قبولهم وعن دعمهم اللامحدود لهذا البرلمان. وبالتالي لابد للبرلمان من أن يقوم بمهامه. غدا إن شاء الله ستنجلي الأمور وتتضح ويتفق النواب على جدول الأعمال إن شاء الله. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد القاضي. أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أرحب بك سيد المودع. إذن كيف تنظر إلى واقع انعقاد البرلمان في سيئون في هذا التوقيت تحديدا؟ مساء الخير وتحية لك وللأخ شوقي القاضي. يعني الخطوة ضرورية ومهمة، وكان يفترض أن تتم من فترة طويلة، ومع ذلك يعني كونها تمت تعتبر خطوة في الطريق الصحيح، بمعنى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويبدو أنه السلطة الوحيدة الشرعية إلى حد كبير، كون مجلس النواب يستمر إلى أن ينتخب مجلس نواب آخر. يعني هذه قاعدة دستورية، لا يمكن أن تستبدل مجلس نواب بأي شكل من الأشكال إلا بانتخابات. الأمر الملفت للنظر أن مع كل الترتيبات التي تمت، لكن هناك ملاحظات لم يتم الإعلان عن أسماء من حضر، بحيث أن يتأكد الجميع بأن النصاب فعلاً اكتمل، لأن بشكل رسمي يعني أن تعلن الأسماء بشكل رسمي، أن تكون الإجراءات سليمة، إجراءات التصويت للانتخاب هيئة الرئاسة، لأن الأمر في حالة الغموض هذه يترك الباب لتساؤلات، لأن النصاب لم يكتمل، وبالتالي هناك طعن في شرعية انعقاد الجلسة من عدمها. هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أيضا أنه المجلس كما يقال لم يستمر أكثر من 3 أيام بقائهم،
وبالتالي الصورة التي سيخلقها والانطباع التي سيخلقها هذا الأمر لدى الناس، لأن المجلس فقط عملت له هذه الجلسة من أجل انتخاب هيئة الرئاسة، ثم يعود إلى يمارس حياة البيات الشتوية التابعة. إذا كانت كل الإمكانيات التي حشدت للمجلس لم تستطع أن تفعل المجلس حتى لأسابيع في مدينة سيئون، فكيف هو الحال في المستقبل بجهود أقل؟ هذه ملاحظات مهمة. أيضا من كون عبد الرب منصور ونائبه يحضر لساعات ثم يغادر بهذه السرعة، يعني هذا أيضا يشير إلى أنه ليس هناك جدية في إدارة الدولة، ويشير إلى ضعف الشرعية وعلى أداها الرديء، لأنه كان يفترض أن يبقى أن الأيام على الأقل وليس لأسابيع أو بصفة دائمة كما ينبغي. لكن هذا يشير إلى أن حالة الشرعية هذه هي حالة دائمة ومستدامة، بمعنى هذا ما هو متوقع منها، أداها هذا هو أمر متوقع منها وليس ودائما تفاجئنا بسلوك أردى من السلوك السابق. طيب، سأنقل هذه التساؤلات إلى السيد القاضي. السيد القاضي، إذن لماذا لم يتم الإعلان عن أسماء من حضر؟ لماذا لم يتم الإعلان أو تكون جلسة التصويت حول الرئاسة، هيئة الرئاسة، شفافة؟ يعني هناك تساؤلات كما يطرحها السيد المودع حول مسألة شرعية انعقاد هذه الجلسة والنصاب واكتماله. لم يرضي على الأقل بالنسبة للسيد المودع، هذه الملابسات لم ترضي إلى الآن ولم تكفي لإطمئنان الناس من وجهة نظر. أخي الكريم، يعني المجلس ليس غرفة مغلقة لأسرة أو عائلة، يعني يمكن أن يكون الأمر سريا أو كذا. المجلس عبارة عن يعني مكونات يعني متعددة، وكذلك ممثلي الدول، ممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الجهات، ولو قلت لك احتشدت حضرموت كلها بمكوناتها. الأمر الثاني، عبرنا ما قد أعلننا في أي جلسة من الجلسات عن أسماء الحاضرين، وهذه أمور إدارية يعني داخلية ممكن أن تكون في عندما يفعل موقع البرلمان إن شاء الله تعالى يمكن، لكن النصاب بلغ 138 بالضبط. يعني أريد أن أطمئن الأخ عبد الناصر، ومن حقه أن يتساءل وهو باحث دقيق وباحث موضوعي، ولأنه ليس في الحدث فمن حقه أن يسأل، من واجبنا أن نجيب. البرلمان مكون من 301، مات 35 نائب في البرلمان رحمة الله عليهم أجمعين، فصفى بالضبط 266 نائبا. يعني 266 النصاب 133، يعني هذا النصاب بالضبط. يعني طبعا الذين حضروا 138 نائب بالاسم والصفة، كان هناك 3 نواب كانوا سيرسلوا تأييدهم واقتراعهم عبر السكايب، لكن في اللحظة الأخيرة وصلوا بأنفسهم، يعني الأخ محمد بن ناجي الشايف والأخ حميد الأحمر والأخ عثمان مجلي وصلوا على طول، وكذلك فتحي توفيق وصلوا. وبالتالي بالنسبة للنصاب ليس هناك مشكلة، لأن المكونات نفسها ستفضح ذلك. الإعلاميون الذين حضروا الجلسة سيفضحوا ذلك. الذي حصل فقط في موضوع التزكية، لماذا التزكية؟ في مثل هذه الظروف لابد من التوافقات السياسية. الذين لا يريدون التوافقات السياسية عليهم أن يبحثوا عن أوضاع طبيعية 100%، وحتى الأوضاع الطبيعية 100% فيها توافقات سياسية. الذي حصل يا أخي الكريم أن المكونات السياسية كانت قد اتفقت قبل الجلسة بأيام على الأمور كلها جميعها، وهذا من حقها. لا أحد يستطيع أن يمنع المكونات السياسية والكتل البرلمانية من أن تتفق، خاصة في مثل هذا الظرف. وبالتالي لم يكن هناك أي تعارض، لم يكن هناك أي إخلال تتفق عليه، كانت الأمور في السيادية توافقية، وهذا أمر بدأ. أنا بالنسبة لي الجلسة، لكن لو قلت
قلت لك معلومه، وانا ربما يعرفني الاخوه المستمعون او المستمعات يعرفوني شخصيا، يعني كما يقال لا احب مطلقا يعني ذكر غير الحقائق. اليوم الجلسه اتت باعضاء مجلس النواب لم نراهم طوال السنوات الماضيه كلها بما فيها السنوات العاديه قبل 2011. يعني لا اريد ان اذكر من الاسماء يعني باب الاحراج، لكن حضر نواب لم يحضروا في المجلس يمكن الا جلستين او ثلاث منذ اداء اليمين الدستوريه حضروا في هذه الجلسه، وبالتالي ليست هناك المشكله مطلقا. التحدي الكبير الذي انا اتفق على الاخ عبد الناصر بانه تحدي تلبيه طموحات وتفاؤلات المواطنين في تفعيل دور الحكومه كون البرلمان معني بالمراقبه والتجريه. تفضل. أشكرك إذن سيد شوقي الخضع عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. أرحب بمن ينضم إلينا من سيئون عضو مجلس النواب السيد فؤاد واكد، لكن قبل أن أذهب إليه أعود إلى السيد المودع. سيد المودع، هل كانت إجابة السيد القاضي كافية في سياق إعطاء طمأنينة للناس من وجهة نظرك؟ يعني الأخ شوقي معروف عنها النزاهة، وأصدق ما قاله، وحينما ذكر بأن المجلس انعقد ب 138 نائب، هذا معناه أن النصاب اكتمل، وهذه النقطة مهمة وجوهرية، لأنه أي تشكيك بالنصاب سيعني بأن الجلسة لم تكن شرعية، وبالتالي هيئة الرئاسة سيطعن في شرعيتها. هذا أمر مهم جدا. ومع ذلك علينا أيضا على الجميع أن يتحرى وأن يطالب بأن تكون أي أعمال لأي هيئة تتبع الشرعية أن تكون متوافقة مع الدستور مع القوانين. أنا أتفق معه بأنه كان هناك اتفاق مسبق، وهذا أمر طبيعي وأمر محمود حتى في كل برلمانات العالم، يتم الاتفاقات المسبقة ويتم التمهيد للنتائج انتخاب هيئات الرئاسة، وهذا أمر طبيعي، ليس هناك من سيشكك أو من سيرفض هذا الأمر. إنما عمل المجلس ينبغي فقط أن لا يكتفي عمل المجلس فقط بالانتقال يوم واحد والساعات أو لعدة أيام ثم يعود لحالة الغياب الكامل عن أداء وظيفته، وبالتالي سيفتقد هذا العمل كل رمزيته وكل دلالاته السياسية. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد واكد الذي ينضم إلينا من سيئون أيضا. أهلا بك سيد فؤاد واكد عضو مجلس النواب. إذا هل سيستمر، يعني ما الذي سنقبل عليه خلال قادم الأيام في خصوص البرلمان؟ هل فقط هي جلسة كي ينعقد البرلمان ويتم التصويت على هيئة رئاسة جديدة، أم أن البرلمان سيستمر، عملية الرقابة ستفعل بشكل أكبر، كيف سيكون الأمر؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولضيوفك في الاستديو أو على الهاتف. أنا أعتقد بل أجزم أن هذه هي الفاتحة بالنسبة للمجلس وفي تفعيله. بالتأكيد أنا استمعت لكلام الأستاذ عبد الناصر المودع وهو محلل حصيف وله آراء طيبة، لكن بالمقابل نحن أنه يجب أن نفهم أننا نعيش في الشتات، وأن كثيرا من أعضاء هم أما رهينة الحوثي أو أنهم عايشين خارج الوطن وبعضهم خارج في الأراضي المحررة، ولهذا لا بد من ترتيب ووضع معين بحيث يتوافد أو يتواجد الأعضاء في الداخل ويمارس المجلس مهامه. من الصعب جدا ان نقول الان انه على المجلس ان يستمر في 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 عقد جلساته، رغم انه جميع الاخوان وجميع الاعضاء الذين وصلوا الى هنا كانوا بترتيبات معينه ووضع يعني. الان الكره في ملعب في في الكره في ملعب في ملعب البرلمان، يجب ان يعود الاعضاء الى اهاليهم، يرتبوا اوضاعهم، ومن ثم يعودوا لهنا لاستكمال عملهم. انا اجزم ان المجلس سيتفعل وسيفعل بالمقابل كل مفاصل الدوله في في في, في, في اليمن، وبالتالي ما لا اعتقد ان هناك خوف او ان هناك لبس حول هذه الوضعيه التي ممكن ان يلعبها، او هذا الدور الذي ممكن ان يلعبه مجلس النواب.
طيب بالنسبة لمن، وقد أشرت إلى ذلك، بالنسبة لمن انقطعوا هل هناك موقف؟ لأنكم في الأخير الكل تأثر بالأحداث في اليمن، لكن هناك من انقطع عن الحضور، هل هناك موقف معين تم الاتفاق عليه تجاه هؤلاء الذين تغيبوا بلا عذر؟ ونتحدث عن ذلك. بالتأكيد يجب أن يتخذ، طبعا هذا الأمر هو مرهون للمجلس أو معايد للمجلس، ماذا سيتخذ؟ سيتخذ في القاعة لكل أعضاء المجلس، سيصوتون على ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ في حق من 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 لم يلبوا النداء ولم يأتوا، رغم أنه كل الوسائل أو كل الإمكانيات كانت متاحة أمامهم للحضور. وبالتالي أن هذا حق حصري للمجلس، سوف يصوت عليه في قابل الأيام ويتخذ الإجراء المناسب بحق هؤلاء الأعضاء، كل حسب وضعه. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد واكد. أعود إليك سيد المودع، وقد أشرت أو توافقت أنت والسيد القاضي فيما يتعلق بأن الكتل السياسية كانت قد اتفقت على الأجندة قبل أن يعني تحدث الجلسة، لكن هناك من يتحدث على أن الكتل السياسية الآن لا تمثل بالضرورة مصالح الشعب، بل قد تمثل مصالح قوى أو نافذة بداخل هذه الكتل. بالتالي أعضاء البرلمان باعتبارهم نواب عن الشعب، وأحدد هنا نواب عن الشعب، قد يكون بهذا الشكل، عقد الجلسة بهذا الشكل، لا يمثلون مصالح الشعب اليمني أو من انتخبهم، بل يمثلون مصالح هذه الكتل السياسية الكبيرة وأصحاب النفوذ فيها. ما رأيك؟ المجلس الحالي هو مجلس يعيش في ظروف غير طبيعية. هذا المجلس هو مجلس ممدد له بتعديل دستوري وممدد له بحكم الأمر الواقع. يعني المجلس هذا وفقا للدستور النافذ يفترض بأنه قد انتهت مهامه الدستورية في 2009، ولكن الأسباب السياسية التي نعرفها تأجلت الانتخابات في ذلك العام لسنتين بتعديل دستوري، ثم أتت أحداث 2011 وتم تأجيل الانتخابات لأسباب الوضع القائم، بمعنى الأسباب القاهرة وفقا للدستور. أيضا أعضاء مجلس النواب الحاليين هم أتوا في مرحلة تاريخية معينة ممثلين لطبيعة تلك المرحلة. في 2003 كان المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبد الله صالح وبأدوات الدولة وبإمكانات الدولة تمكن علي عبد الله صالح من الحصول على هذه الأغلبية الكبيرة في ذلك الوقت. لكن ما لدينا هو هذا المجلس، بمعنى أنه هذا المجلس من الناحية الشكلية والقانونية هو مجلس شرعي، بغض شرعي من الناحية القانونية. أما من الناحية السياسية كما ذكرت، البعض يرى بأن هذا المجلس لم يعد يمثل القوى السياسية الحقيقية في اليمن. في 2019 المجلس أصبح كثير من أعضائه إما معزولين أو أنهم مرتبطين بقوى سياسية لا تريد أن تشارك المجلس كما حدث اليوم. كثير من هذه القضايا، هذا صحيح، لكن ليس لدينا نحن في الجمهورية اليمنية إلا هذا المجلس وأعضائه الحاليين إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد. هذه قاعدة دستورية لا يمكن القفز عليها إلا بتغيير الدستور وإعلان دستور جديد أو أي شكل من أشكال التوافقات السياسية لدستور جديد. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى سيد المودع. أعود إليك سيد واكد، في سياق الأيام المقبلة الثلاثة على الأقل، ما هي الأجندة المطروحة على مجلس النواب؟ اولا انا اريد ان اعقب على كلام الاستاذ عبد الناصر ولو للمحه، يعني طبعا يعني ليس صحيح ان 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 من انتخب واعضاء مجلس النواب هم لا يمثلوا القوى السياسيه. صحيحه خلال فتره المجلس انحاز كثير من الاعضاء الى الشعب، وخاصه بعد الأحداث التي حدثت في اليمن، فكثير من الأعضاء أو كثير من النواب تخلوا عن الأحزاب التي لا تمثل أو لا تنتمي للشعب أو التي أظهرت أنها لا تنحاز للشعب. ولهذا أنا أعتقد أن أعضاء المجلس بشكل أو بآخر يمثلوا تطلعات الناس بعيدا عن انتماءاتهم الحزبيه.
ولا ينحازوا كما كان في السابق للانتماء الحزبي بحذافيره او بالاملاءات التي تاتيهم من احزابهم. هذا واحد. اثنين ان 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 ان, إن ما ان ان ان, إن كل الاعضاء او كل البرلمانيين يتمنوا ان 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 ان, أن, أن تجرى انتخابات برلمانيه في البلد، وستظهر هذه الانتخابات البرلمانيه من يمثل هذه التوجهات. انما انا اعتقد في الايام القليله القادمه التي سينعقد فيها المجلس، فان الاولويه الرئيسيه بالنسبه للمجلس هي اقرار موازنه 2019 للدوله، وكذلك يعني منح الثقه للحكومه، وكذا وتصويب بعض الاخطاء او بعض الصفوات التي وقعت فيها خلال فتره عملها، ومراقبه هذه الحكومه بشكل يعني اكثر جديه واكثر مصادقه بالنسبه لها. انا اعتقد برضو ايضا ان الحكومه ان تشعر بان هناك من يراقبها وممكن ان يحاسبها على افعالها، هذا في حد ذاته مكسب كبير ناتج عن انعقاد هذه الدوره. ثلاثه او اربعه نقول انه يعني انه لولا الاتفاق الذي تم بين السياسيه لما وصلنا الى هيئه رئاسه وانتخابات شفافه وقعت اليوم وفي وقت قياسي. هذا بانه ان القوى السياسيه بدات تدرك بانه خلافاتها لا تخدم، ويجب ان تتناسى خلافاتها وترتفع فوق هذه الخلافات حتى تقدم ما يمكن ان تقدمه للوطن. اشكرك سيد فؤاد واكب عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. بعوده اخيره اليك سيد المودع، اذا هناك من يتحدث عن مخاوف من تمرير اتفاقات معينه، اشياء خارج مصلحه يعني اليمنيين كما يقولون، خصوصا بهذه الملابسات والظروف التي تم فيها انتخاب هيئه رئاسيه لمجلس النواب، لكن صعوبات في عقد جلسات مستمره. هل هذه المخاوف مبرره؟ كيف تراها؟ كيف تجدها؟ يعني لا اعتقد بان هناك في الوقت الراهن اي اتفاقات او صفقات سيتم تبريرها من خلال المجلس، لا يقبل الواقع ولا اي طرف بان يتحمل مسؤوليه مثل هكذا اتفاقات. لهذا اعتقد هذه مجرد اشاعات غير صحيحه. لا يستطيع البرلمان حتى من الناحيه الشرعيه السياسيه، لا يمتلك البرلمان شرعيه سياسيه متينه بحيث يبرر اتفاقات مجحكه بحق السياده اليمنيه كما يتم الترويج له. هذه امور غير ممكنه، لا يستطيع لا البرلمان هذا ولا حتى البرلمان المنتخب في ظروف عاديه ان يمرر اتفاقات مجحكه بحق السياده اليمنيه كما يتم ترويجه. ولهذا انا من هذه الناحيه مطمئن بانه لن يكون هناك من هذه الاتفاقات. الوقت الضيق للبرلمان لن تسعفه حتى بان يمرر ما يطمح له، كما ذكر الاخ العضو البرلمان عندما ذكر بانهم سيمرروا قضيه الثقه بالحكومه وال الميزانيه الموافقه على الميزانيه. حتى هاتين النقطتين لا اعتقد بان المجلس قادر من الناحيه الفنيه تمريرها. اذا فالاخ شوقي القاضي ذكر بان المجلس فقط الذي اجتمعوا بعد ان وصل الاربعه الاخيرين الذي ذكرهم وصل عدد الى 138 اسم، بمعنى ان الميزانيه والثقه تحتاج ال 50% زائد واحد، بمعنى انه لو غاب او لو رفض اربعه او خمسه نواب الموافقه على الميزانيه في هذه الحاله الحكومه لن تنال الثقه والميزانيه لن تمرر، وبالتالي الامر صعب. ولا اعتقد بان الحكومه المجلس النواب قادر على ان يتماسك لفتره طويله. كل ما حدث الان بضغط وتاثير سعودي وترغيب وترهيب احيانا تم لملمه هذا العدد بهذا الشكل وبهذه الطريقه، ولهذا
لا يستطيعوا الآن إبقائهم في هذه الحالة لفترة طويلة. شكرا لك سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان.